من هم الأشخاص الذين بحث عنهم المسيح ليخلصهم؟ وهيدي الصورة بعرف ممكن تكون مزعجة شوي أحبائي، بس أوقات لازم نتعامل مع الواقع. هيدا البرص هيك كان يعمل بجسم الإنسان، هيدي بس الإيد، بس كان المنخور يهر، كانوا الدينين يوقعوا لدرجة أوقات الشفاف يهروا، مرض بياكل الجلد، حتى الجفون، جفون مش بدك تنام، أنت بدك تغمد عيونك، ما بقى في جفون لتغمد عيونه، بالآخر الإنسان بيموت. وهودي الأصابع بين عنكم بيتقطعوا، بس ما جبت صور أبشع من هيك، بس هيدا نوع من الناس اللي كانوا يعانوا، هيدا النوع من الناس اللي المسيح لمسهم. أمه ما كانت تلمسه، ابنه ما كان يلمسه أو يلمسها، زوجة ما كان يلمسها لأنه مرض معدي، لكن المسيح لمس هؤلاء الناس وخلص هؤلاء الناس. رب يسوع المسيح بمحبته مقياسه عجيب حتى بفكر الناس. وبدي لكم أحيانا هناك حق منطقي عند الذين يقولون حاشا وكلا أن يصلب لأجلنا، لأنه مزبوط حاشا وكلا، يعني مين أنا ومين أنت حتى نبي يصلب لأجلنا؟ كم بالحري ابن الله قال أحبني وأسلم نفسه لأجلي. محبة الله غريبة بحكمتها بمقاييسها بمتطلباتها. فإجا الرب فتش على الأبرص، فتش على الناس الزنات، ولما بقول امرأة زانية يعني كانت تمتهن هذا العمل، فتش على الناس الكذابين المحتلين، كانوا أسوأ ناس، عملاء سرائين هن العشرين، والمسيح حب هول العشرين، فات عبيت هول العشرين، وأحد هول العشرين كان رسول. مين بتذكر مين هو الرسول؟ متى العشار. حب كل أنواع الناس اللي هن كانوا منبوذين للمجتمع والإليت، النخبة الدينية عند اليهود، ما كانوا حتى يدقوا فيهم لحتى ما يتنجسوا، بس هؤلاء الناس المسيح قبل إنه يلمسوه وقبل إنه يلمسهم. حتى الناس المسكونين أرواح شريرة يلي ما كان بدهم حدا ولا حدا بده إياهم، هؤلاء الناس المسيح حررهم وبررهم وغفر لهم وجعل منهم قديسين له كل المجد.